مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. حقيقة اليوم حلقة مثيرة للجدل، نتحدث بها عن أدق التفاصيل خلال شهر رمضان المبارك بأعمال مهمة قدمت للمشاهد العربي إن كان على صعيد فلسطين والأردن ومصر وأيضا العراق. هناك أحداث مهمة راح نتحدث بها أنا وزملائي وأيضا مع ضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم. مساء الخير عليكم. مساء النور يا احمد، وافتقدناك في الحلقات اللي قبل رمضان. بس احنا عارفين اكيد يعني اجتماعنا في حد ذاته دايما بيبقى اجمل حاجه يعني، وشعوبنا بقى بتتفرج بحس كده ان الدايره مكتمله يعني. صحيح يا شفكي، ويمكن هاي حاله التوحد والانسجام بين فريق العمل. كلنا بنتذكر انه في كثير من المسلسلات والدراما العربيه رسخت عنا في اذهاننا، يعني على سبيل المثال صرنا نربط شهر رمضان بفوازير نيلي طبعا، او مثلا بنحكي ليالي الحلميه، او بنحكي على سبيل المثال الشهد والدموع. فصار في اعمال دراميه مرتبطه في اذهان المشاهد العربي بشهر رمضان المبارك. اكيد لنا بنصي عليكم كمان مره، مساء الخير. وايضا يعني هاي المسلسلات اللي بالفعل اثرت في ذهن المشاهد اللي تاثر فيها وحبها، وخصوصا في شهر رمضان. تمام فعلا يا سلام، بس شكلك صايم يعني، خلصت بسرعه يعني. طيب خلصنا رمضان اصلا يعني. كل سنه وانتم طيبين اصلا، لانه احنا لسه بنتكلم على رمضان، بس دايما هو رمضان كده ينتهي ونفضل نتحدث عنه من كتر ما بيبقى فيه انتاجات مختلفه. رمضان الدراما فيه بتبقى هي يعني عنوان زي مهرجان كده كبير، فبالتالي الأعمال بنفضل حتى بعد انتهاء الشهر الفضيل نتكلم عنها، لأنه كل عمل بياخد يعني وقته ان احنا نتكلم فيه. وفي مصر الحقيقة بيبقى فيها زي ما فيه تفاصيل في الحياة الاجتماعية في رمضان، في مصر في تفاصيل كتير في الدراما، وده اللي هنقوم بيه النهاردة من خلال ضيفة متخصصة الحقيقة وناقدة فنية كبيرة اللي هتكلمنا بالتخصص في كل عمل إن شاء الله، وتكون بالنسبة لكم كمان مؤشر يعني عشان الناس تقدر ترجع تتفرج من أول وجديد تانية. هذا الأهم يا شافكي، حقيقة مثل ما تحدثتي عن الدراما وهذه التفاصيل، كل الحديث يرجعنا بذكريات الأعمال المهمة، وأيضا نظل نقارن بين الأعمال القديمة والروايات المهمة التي قدمت من خلال حتى تتر المسلسلات اللي حفظناها من خلال الموسيقى. نعرف بأن هذا الأرابيسك، هذا لنعيش في جلباب أبي، هذا المال رمضان يعني عارف سلام. هو بيتكلم مثلا، فكرة احنا عايشنا مثلا الاختيار على ثلاث مواسم، السنة دي بنعيش كتيبة 101 يعني زي ما عايشنا زمان رأفة الهجان. وانت مذاكر الدراما المصرية كويس وجمعة الشوان. من خلال هذه الدراما ايضا في العراق 20 عمل لهذا الموسم، خاصة 2023 قدمت كثير من الأفكار الاجتماعية، إعادة الموروث، إعادة العادات والتقاليد القديمة، أيضا كثير من التفصيلات اللي فقدناها، يمكن حتى عقوق الوالدين اللي بعض الأعمال دخلت من خلال النص اللي كتب الكاتب، وأيضا هناك تجسيد لأبطال الجيش العراقي والحشد في تحرير الأرض العراقية، مثل ما هناك أعمال قدمت في مصر وباقي البلدان العربية، وهناك أيضا هي أعمال من 10 حلقات بالإضافة لأعمال طويلة. كل هذه الأمور يمكن تخلينا في شغف لمتابعة أكثر من الأحداث، لكن مثل ما تعرفون خلال شهر رمضان نكون ملتزمين بأعمال ثانية، ما نقدر نتابع كل الأعمال العربية وخاصة حتى المحلية، نأخذ الوقت بعد شهر رمضان هو اللي يكون وقت متابعة لأكثر الأعمال. مثل ما يقول سلام، يقول لي بأن هذا المسلسل حلو، أو الدكتورة أو شافكي بأن يقول هاي الأعمال هي اللي أجمل، يخليني في شغف بأن أتابعها. نرجع شوي للأعمال الفنية الأردنية، الأعمال كانت زاخرة وفيها إبداع كبير. صحيح. من المجتمع الفني الأردني في مسلسل عيلة طابقين، هذا كوميدي كان، وفي كتير مسلسلات تانية كما حكينا عنها شوية. يعني شوف، عيلة طابقين هو مسلسل كوميدي وعالج مشاكل اجتماعية لكن بطريقة فكاهية، فكان قريب للشارع الأردني، يعني اللي بيدخل في تفاصيله بيعرف إنه عم بيعالج يعني عدد من المشاكل اللي ممكن إنه تتعرض إلها أي أسرة أردنية. صحيح. هلا على سبيل المثال كان عندنا مثلا الفنان الأردني في رمضان هذا العام كان متواجد في أعمال عربية، منذر الرياحنة في مسلسل مصري جعفر العمدة، جعفر العمدة طبعا ممثلنا منذر الرياحنة اللي بنعتز فيه، أيضا في على سبيل المثال المسلسلات البدوية اللي حاضرة كانت واضحة في الدراما الأردنية،
على الشاشة الأردنية. كان للتلفزيون الأردني عدد كبير من الإنتاج. في بوابة نتعرف فيها على الأردن، عادات وتقاليد. بالضبط بالضبط. فالدراما كانت زاخرة. يعني على سبيل المثال كمان الجميل في الموضوع إنه الدراما الأردنية كمان أدخلت فنانين عرب لمشاركتهم مع الفنانين الأردنيين، فصار في يعني حالة من الانسجام العربي والإنتاج الدرامي العربي، ليس يعني الأردني لوحده، وخاصة فيما يتعلق بالفنان أيضا السوري بالتحديد. أكيد أنتوا عارفين أن السنة دي بجد في مشاركات عربية كتير، حتى في الدراما المصرية في مشاركات عربية كتير متنوعة، وده حل مصر. يعني هي طبعا مفتوحة في الفن للجميع، ما فيش جنسية في الفن يعني.